السلام عليكم. عجوز قضت حياة صعبة تعاني شظف العيش في نقطة نائية على ساحل البحر الأحمر. صارعت هي وأولادها موج البحر لانتزاع الرزق، يغلبهم مرة ويغلبونه أخرى. ربت أولادها حتى بلغوا مبلغ الرجال. ابتلع البحر أحدهم وابتلع السجون إريتريا الثاني، وبقيت هي مع اثنين منهم يربون الأيتام ويواصلون الكفاح. حتى داهمت قريتهم جائحة الحوثيين فأضافت إلى معاناتهم ألما جديدا. وحين خرجت الميليشيا من المدينة الخوخة، كافأت أهلها بالصواريخ العشوائية، فكان لهذه الأسرة من نيران الحوثيين نصيب. قصة معاناة أسرة المواطن التهامي طالب بوريه في الفيلم التالي نشاهد ثم نعود. أنا من أهل الخوخة، تمام، مقر أمالي في الحديدة، أشتغل وأروح وأجي طبيعي، أسرتي وأهلي كلهم في الخوخة. أنا كنت قبل الصاروخ يمكن بأقل بثلاثة أربع دقائق، يمكن أربع دقائق. الساعة هو دق الساعة ثمانية تماما أو إلا خمسة يمكن، أه صباحا صباحا. أنا قبله بثلاث دقائق كنت أنا جالس هنا. إلا ونفاجأ بضرب البيت بصاروخ عن طريق الحوثيين، وأنا كنت مش المستهدف والله أعلم. إلا نفاجأ أن أصيبت الوالدة وسقفت العدن، ولم نحصل أي مجال خروج أنا وأسرتي وأسرة أخي وأخواتي. ما نستطيع أن نخرج للخوخة إلا عن طريق عدن، سيارة باص طلعنا سامن هنا وحاجاتنا وأطفالنا ما يقارب أكثر من 14 نفس طلعنا من الحديدة لعدن. يعني ما جسيت تقريبا كله، يعني جسيتي مع الوالدة ما شحتي ثلاث ساعات بالكثير، ما فيش أو ساعتين. خرجت من الباب، خرجت لا عند المجمع والصاروخ قرح، يعني المشوار يشل له حوالي دقيقتين أو ثلاث دقائق للمجمع. جمع البنات مدرسة، سمعت القرحة، أنا واصل لمن في قرحة ولا شيء، أتصل للبيت أطمن في القرحة، يقولوا مش عندنا مش في القرية. أقول لهم ملك الحمد، دقلوا برا دقلوا. اتصلت جاوا من البيت، أسمع للصياح والبكي، رجعت قري على طول، ألقى البيت الهب. أنا كان خزان هنا في بوسامان، خزان حق بحر، في بسامان حق الحورية، كل الهب، الخزانات في برق لاس حق المي كلها تدمرت. معنا حوالي ثلاث خزانات تدمرت كلها انتهت. بعدين أجيت ولقى الوالدة، أنا لما خرجت من هنا خليت الوالدة للسنار، لأن احنا نطبخ على نار، ما عاد في لا غاز ولا في حاجة. يوم ما دخل الحوثيين ما في لا غاز، ما في لا بترول، ما في ولا. خليت الوالدة للسنار علشان نطبخ عليها الصبح، وخرجت. لما سمعت القرحة رجيت ألقى الوالدة قد شافوها جيراننا الله يحفظهم، والدنيا مدمرة دمار والبيت يلهب. جلسنا على طول، وين الوالدة؟ قالوا راحوا بالمستشفى. رحت بعدها للمستشفى أحصلها على طول، شليتها من المستشفى وبيكنا لعدن. توفت على طول، ما شضية كانت وصلت للعمود، عملنا العملية وانتهت. كان حجم العملية حوالي كذا، حوالي هنش الله ربع، حوالي هنش الله ربع مقدار الفتحة. إذا الفتحة هنش الله هنش يمكن هنش الله ربع، وصلت لها العمود وانتهت الوالدة. معنا الحرمة برضو يدها انكسرت، انقطعت قط، لحد الآن ما زالت نعالجها. قد لها يمكن حوالي أربع شهور، ما أكثر من أربع شهور، أربع شهور يعني من يوم الحادث لحد الآن ما زالت، ما زلنا عدنا عالق الحرمة في عدن. والله المخارج، والله المخارج. إلا أخذ الله حقه، ولا حملنا ذا علينا في الثلاجة لا الساعة 8 الصباح، ونطلع ونخرج نوصل لا يقتل. قالوا في قناصات في اشتباكات، نوقف وجسينا تقريبا إلى الساعة 3 العصر. يلا أود خرج حين تقومات، تخرج حين لما موشق، ونروح أنا به هنا، وصلنا الساعة 4:30
اتفاجئ بالبرق هذا يعني شبه منهار خلاص، ولا الاسره ما رضتش تجلس في البيت. واجلس معهم مده شهر، انا كنت دنا مريض نفسيا مريض جسميا وكل شيء، واجبرتهم انه يجلسوا فيه. فين نروح؟ ثلاث اسر يعني ما يقارب اكثر من 15 نفس، فين نروح بهم؟ صلحنا لهم هذه اللي قدامك هذا، صلحنا هنا ومشينا حاجات روتينيه، ربنا يجسوا ما سهر الله، بعدين تحسن الوضوء الوضع يصلح الباقي اللي قد خرب. يجوا بعض الناس يقول لك هل منظمه اطلناك، هل منظمه اجابت لك؟ قلت لهم ولا، انا منتظر الى الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا، ولحد الان الحمد لله في ستر من الله ياسين كذا، ولا عاد مد اي يد من الان. انا قنيت 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 جدا، لكن ايش نسوي؟ الا الله ينتقمهم ان شاء الله، ان شاء الله بينتقم الله بي، وبنسقى منهم من البلاد كامل ان شاء الله. هذا واصل واصل الكواتيش والقذائف هذه واصل فوق بيوت الناس. يلا صل على هذا، ما قدامك البير رممنا خفيف، الجدار قدامك رممنا خفيف، هذا اللي قدامك هذا اللي صلحنا الترميم خفيف، قلنا خلاص الباقي كله شيء منهار اللي داخل امام خلاص. انا ما في ما باقي بين السروين تتأكل كله بدي، المطبخ انبيبا كلها دمرت. لما اجي صلحناه جبت نجار صلحناه وذو ياسين وجه الله. لا والله اللهم لك الحمد، انا كان معايا الولد هذا موجود هنا، موجود هنا الولد هذا، بس لان انا رحت انا يوم الربع لا حي، وديت العيال وقيت الخميس هنا، انا حصلت المقاومه موجوده هنا خلاص، ما عاد عرفنا ايش نخرج، تكفل الخط ما بين حس والخوخه. عيال اخي راحوا الحديده يتعالجوا برضو مثل تكفل الخط، بقيوا لهم الحديده. كان معايا الولد هذا لانه كان يدرس، انا جبته له هنا يدرس، وبعدين بقي جالس هنا، انا خرجت خليته هنا جالس، كان معاه هنا كناري يعطي لهم حب حب، يعطي الكناري حب طعام. هو دخل داخل ولا هو عمته، والصاروخ دق هنا، ف أجام الفزع من الدخان ولا ذا، ما عرفوا ايش يخرجوا، ولاهم داري ايش اللي حصل اصلا. الدنيا سودت، ومن بعدها لما هذا خرجوا الدنيا مسوده، يجوا يحصلوا الوالده هنا مرميه هنا، والحرمه شالها من هنا ورمى بلا البيت هذاك المهجور، البيت جوارنا جوارنا، شوف المسافه كم، شالها ورمى بلا هناك. اجوا بعد الحرمه يتفقد الحرمه، يحصلوا يدها مقطوع من دندله، والوالده هنا مسكينه مرميه مع فتحه حوالي ان شاء الله ربع هنش، وهنا وقاء الجلد مدندل من هنا، وخلي على الله شمت بها شمات الله شمت. وبعدين الولد هذا ما زال يعني الفزع في وجهه، ما زال غط علينا، نقول له يا ابني خلاص قد راحوا لهم الحقيته والله يطيرهم، ما زال بس ان شاء الله مع الوقت جاهل. هم قصدهم يعني يخلفوا اكبر قدر من الضحايا علشان يحركوا الراي العام. هذا يقولوا كاتوشه، لكن مش معقول انه كاتوشه، يعني سوى دمار يعني شامل، يعني ما سوى دمار قدامك ثلاث بيوت كلها كسره، الضغط اللي فيه يعني الشجره كلها انتهدي، قدرة الارقى تحضر ثاني مره، المغرب كله نكى، الجدار قدامك، الحمام ذي انتهى، الحمام اللي هناك، الغرفة أخيرة قدامك كله نكى، الرأس كامل قدامك خربابت كله، لا عصرنا لا فرشان لا يعني أدوات منزلية لا مستخدمات يعني تغطية، ولا كله حاولنا نغير حاجة كذا كذا كذا، المشي مشاش الأسرة إنه تنزع من البيت، يجوا غيرنا يسكنوا فيه ويهتجروا وما بيجسوش فيه، هذا لنهاية الأمر. أجبرناهم إجبار أنهم يجلسوا فيه، مش أقل حاجة أنهم نجلس فيه بدل ما نروح ننزح 15 نفس ولا 16 نفس، كيف نقول به؟ والحمد لله أنا عودناهم وجلسنا والحمد لله، ولا عد يومنا هذا ولا استلمنا ولا أي حاجة. كم من منظمة قد أجت هنا صورات ولقاءات ومدري إيش تصوير، وفي نفس اليوم أجت عن طريق المقاومة، أجت منظمة ما أدري إيش من تبقى من
اجت لهنا صورت كامل في نفس الحدث في الخراب والدمار اللي كان موجود، صورت ولا دون جدوى. على اقل حاجه انه يقولوا المقاومه بيجيبوا ولا قد انهم دارين في نفس اليوم اللي ضربنا فيه واللي تدمر فيه وتأورت الوالده، انا نازحين امرأة تأورت ولحد الان دام أوغة ولا في ولا مبالاه ولا كانها في حصل اي شيء. لكن لو وعدنا الكبارات اللي حصل في اي حاجه بيصلح بيته بيتوطى وبيتالق في الخارج اشي في اليمن. والوالده في ادان قسينا به قرينا قري هناك، كانوا كلهم اتصالات 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 غصب ابوه العمليه، ولا خرجنا 50,000 ريال ابو حق المواصلات. اما علاجات احنا كلش اللي احنا وكله خلي له كامل. بقي الحوثيون في الخوخة منذ نوفمبر 2014 وحتى ديسمبر 2017، وحين غادروها استداروا نحوها لبرها وأطلقوا على سكانها ما استطاعوا من صواريخ، ثم واصلوا مسيرهم للتمترس بمدنيين آخرين في الحديدة. مشاهدينا الكرام، استهداف المدنيين بالقصف في مناطق الساحل الغربي ومعاناة الصيادين السجناء في دولة إريتريا موضوع نقاشنا مع المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما ارحب بضيفي المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان. مرحبا بك سيد عبد الرحمن. اهلا وسهلا. تابعنا قبل قليل قصه اسره المواطن التهامي طالب بوريه وكيف تعرض منزلهم للقصف. من وجهه نظر قانونيه، كيف يمكن تكييف جريمه كهذه، قصف منازل المدنيين في هذه الحاله في الخوخه وفي كثير من المناطق؟ طبعا الكثير من المواطنين اليمنيين تعرضت بيوتهم واحيائهم السكنيه للقصف، خصوصا من قبل جماعه الحوثي، مارست العمليات القصف بشكل واسع جدا في تعز وفي منطقه الخوخه والمناطق الساحليه بشكل عام. نعم. وفي حيث واماكن كثيره، هذه طبعا ينظمها القانون الدولي الانساني وتعتبر من جرائم الحرب التي يعني ناقشها القانون الدولي الإنساني بشكل واسع جدا، وفرض على كافة أطراف النزاع تجنب إيذاء المدنيين واتخاذ كافة درجات الحذر والاحتياطات اللازمة لعدم إيقاع الإيذاء بالمدنيين. نعم. في المناطق النزاع. في حال حدوث حرب أو وصول الحرب إلى منطقة ما من المناطق المرشحة لاشتعال الأوضاع فيها، هل على المدنيين مغادرة المنطقة فورا جراء أنفسهم، أم يجب على أطراف النزاع احترام مناطق سكن المدنيين، أو على الأقل توفير مخيمات يعني بشكل مسبق قبل حدوث أي انطلاق لمعركة أو عملية عسكرية؟ لا يجب القانون على المدنيين مغادرة مناطقهم أو منازلهم، ولكنهم في خيار إذا رأوا أنه من مصلحتهم مغادرة المكان يغادروا. لكن الشيء الذي يلزمها القانون هو إلزام طرف النزاع بعدم إيذاء المدنيين واتخاذ كافة الإجراءات التي تحميهم، سواء كان عدم يعني وصول الحرب أو عمليات القصف إلى المناطق التي يتواجد فيها السكان المدنيين، أو أيضا توفير أماكن وممرات آمنة لهؤلاء المدنيين ومخيمات وإغاثة حتى يعني يستطيعوا مغادرة هذه المناطق إن رغبوا في ذلك. لكن الأساس هو حماية المدنيين، ولا يجوز أولا التمترس في هذه المناطق، ولا يجوز أيضا استهداف
على الطرف ايضا المهاجم حتى وان كان هناك تمترس ان يتخذ كافه اجراءات الحرس والحيطه حتى لا يسبب اي اذى لهؤلاء المدنيين. نعم. كناشط حقوقي وعضو سابق في اللجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، كيف تعاملتم مع الانتهاكات التي تعرض لها سكان مدينه الخوخه تحديدا؟ طبعا كان هناك في الفتره السابقه التي كنت موجود فيها في اللجنه فريق التحقيق في محافظة تعز والذي باشر عمليات التحقيق بعد أن دخلت القوات التابعة للشرعية في المنطقة. نزل الفريق ومكث هناك عدة أيام، استمع لشهادة المواطنين ووثق الجرائم التي ارتكبت في تلك المناطق، وتم يعني حفظها نهاية التحقيق فيها وأصبحت محفوظة، وربما تحال إلى النائب العام أعتقد في الفترة القادمة عندما تصبح هناك المحاكم وتكون جاهزة لاستقبال مثل هذه الحالات. لكن هناك طبعا صعوبة كثيرة جدا في عمليات التحقيق، هناك كثير من الشهود يخافون من إدلاء شهاداتهم، والبعض الذي أدلوا بشهاداتهم أخفوا أسماءهم، وهذا حق من حقوقهم كانت اللجنة قد كفلتها لهم. نعم. عدم إظهار الأسماء. لكن في مجمل الأمر هناك يعني تحقيقات بدأت ووثقت حالات كثيرة كنماذج لهذه النوعيات الانتهاكات. 3 سنوات من التوثيق، متى يمكن أن يسمع الناس في اليمن عن قضية رفعت حتى مجرد رفع على قادة الميليشيا ناهيك عن المتورطين من القيادات التنفيذية والميدانية؟ كلنا نتمنى هذا الأمر، وكلنا كنا نتوقع أن يتم العمليات حالة هذه القضايا أمام القضاء، لكن هناك تعثر كبير جدا في المؤسسة القضائية، حتى اليوم لم تستقر في المناطق المحررة ولم تمارس تبدأ بممارسة مهامها بالشكل المطلوب. لكن أنا حسب معلوماتي أنه هناك قضايا جاهزة، عندما يكون القضاء جاهز ستكون هذه القضايا قد أحيلت للنائب العام وتكون المسؤولية هي مسؤولية القضاء في تحريكها. برأيك لو عدنا إلى معاناة أهالي الساحل الغربي، ما مدى تأثر سكان هذه المناطق اقتصاديا من ظروف الحرب، إذا ما عرفنا أنها المناطق الأشد فقرا في اليمن حتى من قبل الحرب؟ وكما ذكرت أنت هي المناطق الأشد فقرا، وهي تعتمد على تكاد تعتمد بنسبة عالية جدا على عمليات الاصطياد من البحر، اصطياد الأسماك. وهذا العملية قد توقفت يعني تقريبا في مناطق وقفت بشكل تام، سواء كان بسبب العمليات العسكرية، وأيضا هناك وجود ألغام كانت الميليشيات قد زرعتها في البحر وأدت إلى انفجارات حصلت لبعض القوارب. حاليا يعني هناك مأساة إنسانية كبيرة باعتبار أنه المصدر الوحيد للدخل لسكان المناطق الساحلية قد توقف، وأيضا العمليات الإغاثة التي تتم هي يعني عمليات لم تكن بالحجم المأساة والكارثة الإنسانية التي هي موجودة. هذه المناطق هي مناطق كبيرة من قبل الحرب، وعندما جاءت الحرب تحولت إلى مناطق مطحونة، وربما تكون يعني أعتقد أنه هناك تكون هناك مجاعة في هذه المناطق، ونحن نعرف أنه المناطق حتى المزارع يعني إذا كانت الميليشيا قد لا يعني مثلما لغمت البحر أيضا لغمت المزارع والأماكن في البر التي كان الناس يقتاتون منها. هذا شيء مؤكد، هناك آلاف الألغام قد زرعت في المناطق الساحلية وفي كل ربوع اليمن. نعم. وهذه عملت على تخويف الناس من الحركة، وبذلك أصبح الناس شبه محاصرين حتى في المناطق التي تم تحريرها. يعني هناك مسؤولية كبيرة جدا على الحكومة اليمنية وعلى أيضا التحالف وعلى المنظمات الدولية وهيئة الإغاثة العالمية في توفير المواد الغذائية والاستهلاكية والدواء في هذه المناطق والمياه الصالحة، وأيضا إيصال الكهرباء باعتبارها مناطق حارة جدا وملتهبة، يعني يعاني صحيح. كثير السكان من انقطاع الكهرباء وأيضا من انعدام المياه النظيفة والغذاء. ما مدى اهتمام الناس في هذه المناطق بتوثيق قضاياهم وتسجيل بلاغاتهم بما حدث لهم ويحدث من انتهاكات، خاصة وهي مناطق أصلا تعلي من شأن الدولة وتلتزم بالقانون وتحتكم إلى الدولة، ليس لديها منظومات يعني خارج منظومة الدولة فيما سبق، فهل تعتقد أنه اهتمام الناس أو رأيتم لمستم أن اهتمام الناس في هذه المناطق بمسألة التوثيق أكبر من غيرها؟ للأسف الشديد هي كما ذكرت يعني أكثر الناس اشتياقا للدولة هم هذه المناطق، لكن
كان الجبال يعني اعتقد انه ضعيف جدا على عمليات التوهيج، ولولا ان اللجنه كانت قد بادرت الى النزول والى الوصول الى هذه المناطق ربما لم يكن هناك يعني هناك قدره على هؤلاء المواطنين او ايضا الرغبه او حتى الوعي الذي يجعلهم يسعون الى توثيق هذه، لكن هناك عمليه توثيق تمت بسبب حرص الناشطين وحرص اللجنه على الوصول الى هذه المناطق وايضا توثيق هذه الجرائم التي ارتكبت فيها. نعم، اذا ما انتقلنا الى قضيه اخرى وشق اخر من موضوع حلقتنا هذه، وهو مشكلة الصيادين اليمنيين الذين يقعون في قبضة القوات الأريترية. نود أن نسألك أولا عن موقف القانون الدولي من اعتقال الصيادين اليمنيين في عرض البحر، كما يعني كيف ينظر إليه القانون الدولي؟ طبعا هو القانون الدولي حدد للدول مسافة 12 ميل، هي مياه إقليمية، هي تعتبر جزء من الإقليم، لا يجوز لأي طرف الوصول إليها إلا بموافقة مسبقة، يعني كأنه يحتاج إلى فيزا للوصول إلى هذا الأماكن. لكن هناك إشكالية بأنه مثلا في أرتيريا عندما يحدث أنه الصيادين اليمنيين يصلوا إلى هذه المناطق أو حتى من المصريين يتم استغلالهم ويتم احتجازهم ويتم تعذيبهم، معاملتهم معاملة سيئة جدا. نعم. عمليات تعذيب تمت، هناك حالات وفاة في السنوات السابقة كنت تابعتها في 2007 و2006، وهناك أيضا مصادرة للقوارب، حتى أنه مرة وجهت مذكرة للوزارة الداخلية اليمنية لمتابعة قضايا الصيادين، فرد علي أحد المسؤولين في الداخلية سنة 2009 قال لي إحنا لدينا لانش ب 12 مليون دولار أو 1100، لا أذكر كم تقريبا، 12 مليون دولار تبع خفر السواحل، قامت القوات الأرتيلية بأخذه، نحن لم نستطع أن نستعيده، فكيف تطلب منا استعادة القوارب الصيد؟ يعني ويجب أولا على الحكومة اليمنية أن توعي هؤلاء الصيادين بأهمية الالتزام بعدم تجاوز الخط المياه الإقليمية اليمنية، أو وأيضا للأسف الشديد في البحر الأحمر لا يوجد مياه إقليمية دولية أو أعالي، ما يسمى بأعالي البحار، باعتبار أنه نعم هو مكان ضيق مقسم بين الدول بالضبط، وبالتالي يجب مراعاة الأخطاء التي يمكن أن تحدث. نعم هو الأصل هكذا، هو الأصل أن حتى أنه فقهاء القانون الدولي قالوا أنه في حال ما حدث مثل هذه الأشياء ولم يتسبب هؤلاء الصيادين عندما يدخلوا إلى بلد أخرى في أذية لهذا البلد أو اعتداء على مواطنين أو شيء، فيكتفى بالإنذار أو التوجيه أو الغرامة أو الاحتجاز لفترة محددة حتى يتم التفاوض مع البلد ثم إطلاقهم، لكن هناك يتم ممارسة سيئة. أنا أصبح الصيادون صيدا بالنسبة للسلطات الأريترية. نعم. ونحن نسمع طوال السنوات. نعم. ماذا عن موقف السلطات اليمنية سابقا وحاليا من هذه القضية والمعتقلين هناك بالمئات تقريبا أو بالعشرات؟ هذا ما كنت أريد أن أتكلم عنه وسألت فيه. نعم هو كان الموقف سيء جدا سواء سابقا أو لاحقا، وأنا أتذكر أنه في 2007 احتجزت السلطات الصومالية ثلاثة قوارب مصرية، تمكن إحدى القوارب من الهرب من الساحل وبقي قاربين، فطلبت الحكومة 300 ألف دولار غرامة، فحولت الحكومة المصرية حتى تطلق مواطنيها رغم سوء النظام السابق في مصر، لكنه لم يقبل أن يظل، لكن الحكومة اليمنية كانت ترفض حتى أنها تتفاوض، حتى المذكرات كنا نضغط ضغط كبير عشان تعمل مذكرات للجهات للسلطات الأرتيرية حول هذا الأمر، أو حتى الجانب الصومالي عندما حدث أنه مواطنين يمنيين تم اختطافهم إلى مناطق في الصومال. فهناك أيضا الحكومة اليمنية لم تقم أيضا بتوعية الصيادين باعتبار أنه لا يجوز تجاوز المياه الإقليمية اليمنية، يعتبر خروج من اليمن يحتاج من الحكومة اليمنية، لا يجوز بالقوانين كل بلدان العالم تضع في قوانين عدم جواز مبادرة المواطنين أو الصيادين المياه الإقليمية إلا بناء على موافقة أو اتفاقيات مع الدولة الأخرى إذا كان هناك اتفاقية تبادل الصيد المشترك بين البلدين. نعم، ألا يمكن إيجاد حل توافقي لمشكلة الصيد هذه في المناطق المتداخلة في بحر ضيق كالبحر الأحمر عن طريق اتفاقية أو تقنين أو يعني على الأقل مراعاة للظروف التي تعيشها اليمن من قبل دولة طالما مدت لها اليمن يد العون؟ هذا الشيء مؤكد أنه الدول أن تجري أي اتفاقيات، وخصوصا أنه اليمن يعني حدث أنه اعتقلت كثير من الصيادين القادمين من مصر،
ومن السودان ومن أرتيريا ومن الصومال ومن مناطق عدة ومن جيبوتي، وكانت تقوم بعملية إطلاقهم مباشرة بعد فترات وجيزة. لكن اليمنيين الصيادين اليمنيين كانوا يعاملوا معاملة قاسية، سواء كان في هذه البلدان التي ذكرتها كلها تم اعتقال اليمنيين صيادين يمنيين وتم إبقائهم لعدة أشهر، بل أنه بعضهم مات في هذه المعتقلات. وأنا أتذكر أحد الصيادين وهو مات في إحدى نعم الأنباء تتحدث عن أعمال تعذيب وعن أعمال سخرة، عن تسخيرهم في رصف طرقات وأعمال شاقة يعني. بل أنه أنا استمعت إلى الأصوات وهم عمليات التعذيب تم تسجيلها حتى يجبروا أهاليهم على دفع المبالغ التي كانت طلبت. نعم. إضافة إلى مصادرة ما يجدونه على القوارب وأحيانا القوارب ذاتها. نعم، هو صدرت كثير من أنا أتذكر أنه إحدى الشركات كانت عليها عمال يمنيين، وعندما طلبوا فدية كبيرة على إخراج الصيادين اليمنيين تنازلوا عن السفينة، وكانت قيمتها 300,000 دولار السفينة، لأنه المبلغ كان كبير، وتركوا الصيادين اللي موجودين فيها، ولا يعني وظلوا هناك يمكن تقريبا سنتين أو أكثر حتى قيام الثورة 2011 تم الإفراج عنهم. ما هي نصيحتكم للصيادين في هذه المناطق إذا ما استطاعوا عبور المناطق الملغمة في البحر من قبل الحوثيين بحثا عن الرزق؟ هو نتمنى أنه الصيادين ألا يعرضوا أنفسهم للخطر، وأنه وصولهم إلى مياه غرينيا دولة أخرى هو يعتبر مخالفة للقانون الدولي الذي جعل سيادة الدول على مياهها الإقليمية وأيضا على إقليمها، واعتبر أنه مسافة 12 ميل لهذه الدول لا يجوز دخولها إلا بإذن مسبق من قبل هذه الدولة. نحن نتمنى من الصيادين اليمنيين ألا يقعوا في هذه الأخطاء، وأن يكتفوا بالمياه الإقليمية اليمنية التي ربما إن شاء الله أن يكون فيها الصيد الوثير، خصوصا في هذه الأيام التي انعدم فيها عملية الصيد، ربما يكون قد أصبح هناك كميات كبيرة وفيرة من الصيد، وحتى لو اكتفوا بالقليل دون أن يعرضوا أنفسهم للخطر وأهاليهم إلى القلق، وأيضا المجتمع الذي يظل في حالة من الغليان والمتابعة والألم الذي نعانيه جميعا عندما نرى صيادين يمنيين يقعوا في الأسد. هل من رسالة أيضا للسلطات اليمنية، الحكومة الشرعية اليمنية؟ حقيقة هناك رسائل كثيرة، ولكن حالة الإحباط التي لدينا بأنه لا تستمع هذه الرسائل ولا نجد لها آذان صاغية، لأننا فلنرمي الشباك. سيد عبد الرحمن، نرمي الشباك كما يفعل الصيادون والرزق على الله، لعلها تصل إلى آذان صاغية. نعم، نحن نتمنى من الحكومة اليمنية أن تطبق الدستور اليمني الذي فرض على الدولة أن تراعي مصالح مواطنيها وأن تحمي مواطنيها، تفرض الحماية القانونية لمواطنيها عندما يتعرضوا لأي اعتداء من قبل أي دولة أخرى. ونحن لا نطلب من الحكومة أن تعلن الحرب على تلك الدولة، ولكن نطلب منها أن تقوم بعملية التواصل وإنجاز هذا المواطن. أحيانا قد يكون هناك رسالة من قبل الحكومة اليمنية تجعل تخفف الضغط على هؤلاء الصيادين، بل ربما تؤدي إلى عملية الإفراج. صحيح، نتمنى ذلك. أيضا المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان، كنت معنا من ميتشيغان بالولايات المتحدة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. المواطن المنكوب طالب بريه، تم الرصد، في أمان الله.